هلو، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم هم راح نرجع ورا 10 ايام نروح لدكتورة، بس هالمره انه اني يعني قالت هي اذا قلت حركات الطفل انه لازم تجون، فاني فوتت يعني 10 ايام راح اروح، فيجوز يعني تحولني قيصري، يجوز اسوي لي طلق اصطناعي، يجوز هلو تقول لي انتظري بعد، بس ما اعرف. اني بالنسبه لي ما خاطر بحياة الطفل على مود انه اني اذا اتوجع من العملية او شيء، لا ما عندي هذا الشيء، المهم هو يجي بخير وسلامة وما تهمني نفسي. جاسم ابو ايش دعينا لك؟ تعال. قام مو حسين يحكي، حط ايده على بطنه يحكي، قام يربط يجبرني ابن ما ارد احكي عليك هسه ابوي من تجي يلا يحاول يلا نروح، خلي خبر تاكسي يجينا ونروح المستشفى الكي. حبيبي تقبليني حشيش عليك؟ ها؟ هاي واحدة تمشي لو واحد وياك. يلا تدليني ما راح احشيش. نحسي؟ صدق؟ هذا خشمش لو شنو؟ لا. شو وقت تسجلي بالمدرسة؟ شو وقت تسجلي بالمدرسة؟ راح ارجع للروضة. راح يروح علينا موعد المستشفى واحنا ننتظر التاكسي، وعدنا خابر التاكسي ماكو، احنا قاعدين يعني شلون اقول لكم بالمنقطع، يريد تاكسي ينشل على قلبه يلا تجي. فاذا ننتظر التاكسي والله ماتت من البرد مينا. شلون البرد؟ قوي. قوي؟ يعني هسه ميتة من البرد؟ بعدنا ما رايحين المستشفى وذيش تاكسي، ذيش تاكسي راحت. هنا انا هيك ناشد التاكسي. والله ما ادري على قلبنا صار لنا نص ساعة واقفين. هاي. لا هذا الصفرة مو تاكسي. شرفكم بعد التاكسيات، ذيشة وحدة وقدامها ثلاثة وذيشة منها وحدة. هاي وحدة راحت لو، شوفوا ذيش قدامها وحدة. هاي بس جينا اللي جاي التاكسيات هناك من ورانا. هذا البرد هالسنة جاينا بالتوالي، شو تقولون يمينه؟ كل سنة بتركيا احنا مو هيك برد مو بالله؟ خلنا صعد. هسه صعدة خل تصعد. يلا وصلنا المستشفى، راح ندخل ونوافيكم الاحداث، انتظرونا خليكم ويانا، يمكن اليوم تجيب ما ادري. خلي جاسم ايش سويت مينا؟ اخذوا مينا للاعتقال، ما ادري ايش راح يسوي لها. ها حبيبي جبتي؟ ايش عجب مو على اساس تجيبين؟ التخطيط. تخطيط؟ ايش قالوا لك؟ ها؟ كنت لها تركي شيك، كان البانده عربي وكذا كذا كذا. يلا حبيبي الغالي شلونك؟ خلي لي قلبك كيفك حبيبي كمينة. والله بخير. كيف البيبي؟ البيبي والله راح نجيب على 2022 ان شاء الله. احنا بدونك نضيع، ومن اجي المستشفى رسام خابر. الله يخليك، شكرا كثير لك. هو شرف لي. ايدنا اليمنى. الله يخليك، تشرفنا باي وقت. حبيبي الغالي والله ممنونين منك. هو هم راح يصير دكتور مال نساء وما كل شيء يعني، لان يترجم للناس ويد دكاتره، فبعد كم يوم راح يفتح مستشفى. شو اسمه؟ الوضع هون بعد يفتح مستشفى ان شاء الله. ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. يلا هسه راح ندخل ويترجم لنا ونشوفكم. نشوف شو بيصير. يجي البيبي اليوم باكر بعد شهر. يعني احنا قبل 10 ايام كنا هناك، قلنا شو عوالك البارحه. الوقت عم وشهر التاسع ما يمشي. اي والله كثير يعني انتظار. صعبة والله. يلا ان شاء الله ان شاء الله خير. ان شاء الله. هسه الدكتوره قومتنا ورجعتنا، ننتظر الغرفه تتهوى. هاي الغرفه لازم تتهوى يعني، لان خاف كورونا، خاف شيء يعني شغلات احترازيه. مكان الولد صغير، فيعني بيبقى فيه الولد صغير، فلهيك انه حركته قلت شوي. بس اسالها كم شهر، كم اسبوع، كم يوم بعد جدي يخلص التاسع؟ كاشن جاي دشوانده يعني شيء daha var. Yani buna göre daha 15 günü var gibi görünüyor. Yani على هذا الاساس مبين انه بده تقريبا 15 يوم. Evet. Gayet güzel. لانه المكان الموجود فيه الطفل صغير. انت شو مدري؟ كيف؟ مش مدري انت. اه خبره عندك. يعني كنت بقول 15 يوم تقريبا 15 بالنسبه لهذا يعني اللي شافته هي بده 15 يوم من بعده يعني ان شاء الله. يعني سألها بس من هلا ورايح كل اسبوع لازم تجوا. يعني السبت القادم او الاثنين القادم؟ الاثنين القادم. الاثنين او السبت واذا صارت يعني هي على هذا الاساس ممكن انه الاسبوع اللي بعده ممكن انه بعد يوم تقول لك رجعت عشان يعني بيصير الوقت ضئيل. اي تمام اقل يعني. صير العدد التنازلي. لايك وشير وسبسكرايب. عشت ايدك. بالتو في شو يقولون هناك شير؟ لايك بينن انت تاكي بدن. اي عشت ايدك. هاي السكرتيرة ما نطلعها. وين تقول لايك؟ هلو هلو هاي مش شلمز؟ لا
هاي باي. تعبناك. لا ولا العفو العفو. حبيبي. اي شيء بتحتاجه انا موجود ان شاء الله. انت ما تقصر ان شاء الله. حبيبي. راح نشلع قلبك من احد ما يجي. عيوني. حبيبي ممنون. يلا السلام. هسه خلنا نصور فيديو يا الدكتورة. هاي دكتورتنا. هاي وين هاي دكتورة؟ سيفدا. سيفدا شو احكيها بالتركي مينا؟ سيفدا. سيفدا عاشت ايدك مينا. السلام عليكم. علي وجه. فيم الله عليك. شو شو عليكم السلام. السلام عليكم سيفدا وعلي وجه. علي وجام. علي جام قرايب مينا. سيفدا وجامي بيت صرت راح تسمعنا شوف الفيديو تسمعنا فعلا انتظر بعد احنا بعد هاي اخير ايامنا يعني اخير 10 ايام ان شاء الله مينا راح تجي وهاي الايام العولها ونرجع نقول لكم يا رب يرزق كل وحده ما عندها اطفال بالاطفال رب يرزق كل مره تتمنى اطفال يصير عندها اطفال ان شاء الله يا رب والتاكسي اليوم معاراتنا ويا التاكسي وهنا انا اتعس مكان التاكسي هاي المنطقه يعني في غبر نظر عن منطقتنا تعيسة بالتاكسي هناك الخابر يجون هاي بس هنا تعاسة اكثر بعد رجعنا للبريد يمنا شلون بريد باردة والله ما ادري قضية البرد ومينا تعبانة وما ماكلين وعدها صار شلون يأس بانه شو وقت يمشي الايام شو وقت يسوي الايام وحبيبي يعني عندها يأس فول حاليا فول 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 تشوفون شعري شلون صار ما شاء الله بس مو تقولون شنو هاي ما ادري شنو هذا من استعمل زياد كشكينج الهندي اللي نشرت لكم اياه ذاك اليوم يعني ما طلع رسوله يعني مرتي تستعمله وهل يستعملونه كل العالم اللي اعرفهم قام يستعملونه يعني ما شاء الله الشعر يعني ثخنة ويقلل التساقط وفد شيء رقمهم بالوصف الواتساب وحسابهم مال زيت اريد اشكره ظل كل فيديو راح اشكره من عندها رب يوفقه ويحفظه الحمد لله واشكر بانه اول مره نستخدم فد شيء ويطلع زين والعلم وايد يقلدونه بايجاد يجيبون نفس العلب بنفس المدري شنو احنا لو مال بنيه نجيبه من عندها ما نجيب غير احنا من الهند للخلاط من الهند لشعرنا من ترجع وتطلع على الشغل وترجع يعني وتلقى مريتك مسويه هي شكل شو تريد من ربك بعد شنو انا كملت رحت للشغل ورجعت وهسه حبيبتي جيت لقيتها مسويت لي هاي الزلاطه الصحيه الفلافل الصحيه الطماطه الصحيه اعطيني شرب شرب صحي ها كباب احنا شوف ايش نطلب عندنا هذا بحساب شرب هو شنو ها؟ طيب شو؟ شوف هذا مال التشاشر فشنو؟ كباب طماطه مكانكم خالي ويمكن هاي اخيرا يعملنا بالشقه حسب ما اظن ها حبيبي سلامات شلونك؟ ها؟ شبيش حبيبي خير شبيش هسه شوي نباع تلفزيون نشوف اللعبه مال ما ادري منو المهم انا احب كلش احب الطوبه يلا التلفزيون باع بس على مود الرياضه والطوبه هو عشقي برشلونه وراها راح اخلي زيت حبيبتي راح تخلي لي زيت الشعري هذا كشكينج الهندي كشكينج الهندي الاصلي وايد يقلدونه هسه والله فهذا الاصلي الاصلي من الشجره الهنديه هسه اخليه واسبح ان شاء الله ونشوفكم انه بتجارب ونقول ما شاء الله وصلوا على النبي تمام وما اعرف شنو اريد احكيكم ها مين عندها شغله بس بعدين هسه تعبانه كلش بي ساعه شفت التصور كلش تعبانه كلش 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 تعبانه نفسيتها فادعوا لها هاي حبيبتي وتستاهل طبعا هسه بعد ما سبحت هاي شوفوا اول تمشيطه هذا الزيت يعني انتم شوفوا شعري انا مجرد اشوفكم يعني انصحكم على شيء زين وايد يطبون يسالوني يا بحسين شنو سوى شعرك شنو الفرق بشعرك شلون صار شعرك شلون بعدها صار شعرك راح اسوي لكم فيديو همين احكيكم بدايه الفيديو اشوفكم شلون من اخلي زيت شلون من اسبح انا استخدمت شيء بسيط وسبحت ورا شوي الشعر الدهني لازم تخليه له ساعتين او اقل فقط الشعر الجاف تخليه 4 ساعات ما اعرف ايش قلت البنات 4 ساعات يكون شعرهن اطول واثخن وهالتفاصيل فشوفوا شلون ونكمل الفيديو وياكم بعدين ان شاء الله صراحة ننام ونقعد نكمل الفيديو هذا وياكم تمام ويا الريوق ان شاء الله واتر انها مطلع الصبح عندنا شغله نشوف الشقه ان شاء الله غير هاي الشقه هاي راح نعوفها الشقه فاللي يحب ياجرها خليه يجي ياجرها تمام خليه ياخذها ياجرها وتدلون علينا يلا راح نروح ننام ونقعد لكم نروح ننام ونرجع بعدين صباح الخير شلونكم خما تاخرنا عليكم ما ادري اجزاء من الثواني مين اللي تفرش ورا راسي هنا صايره هسه قعدنا وما اعرف شنو راح نسوي حبيبي وين راح نروح؟ ما
ما تروحين؟ ماي وي ماي وي. راح نروح نبحث عن منزل ثاني، لقيت بيت ان شاء الله فراح نروح عليه، راح نشوف شنو تفاصيله شنو هالاشكالات، واخذ حبيبتي اونسها لان نفسيتها تعوانه وراها حمل ان شاء الله، فرفرها افرفشها اهكر عقلها تدلل علي. خلاص بعد ما بدلنا رجع شويه الجو كسر، فبعد يرادي شاكيت. هلا هلا بينا، شلونك خاله؟ هلا شو اخبارك؟ انا بسك ما ابي حي صعد. شلونك؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ عساك بخير. سولفي لهم مين هذا يسألون شو وقت تجيبين؟ هو هذا الفيديو مال المستشفى يعني، احنا والدكتورة ايش قالت لي سوا فيهم بالتفاصيل. وايد يدزوا لي رسائل بس والله ما اقدر اجاوب لين يعني، حتى النت ساعدته وما لي خلق اي شيء. فسولفي لهم، خذي الكاميرا انزميها، سولفي لهم شنو الدكتورة شنو الهاي شنو المخاوف شنو الخطورات الطبيعي العملية وكلها التوفيق بقيم رب العالمين، واللي كاتبه ربك هو يصير، ومهما حكي البشر مهما قال مهما يبقى قرار رب العالمين هو الاول والاخير، ورب يرزق شكو بشر بالاطفال، شكو بنيه تحلم بطفل، شكو هاي احنا ندعي لكم من كل قلبنا والله. فمن تفتح قلبك لرب العالمين، رب العالمين استجاب لك، مو تدعي بحقد وشايل على هذا وهذا قاعد ينشر لي هاي حامل وهاي شنو حامل وتنشر على اليوتيوب. احنا هاي حياتنا نصور لكم اياها، هاي حياتنا البسيطه اللي هي ما عندنا غير شيء، احنا هاي حياتنا يعني. لو ما حامد جالس احنا طالعين ونفطر وسفرات هاي مو طبعا، فكل شيء ربك كاتبه وكله نصيب. خلي اكمل حبيبي سولفي لهم شنو الهاي يعني. هنا بتركيا او كل الدول تقريبا ما يقبلون واحده تفوت عمليه وباختيارها، يعني حتى لو انت قلتي لها انه اني اختار انه اني افوت عمليه ما تقبل اصلا، ما تناقشت وياها بهذا الموضوع. ما طول انه اني اول طفل ما قبلت نهائيا الا اكمل في حال صار خطوره على الطفل، كل ما دار وحده تقول انه طبيعي، بس اللي عليك تراقبين حركه الطفل. فحركه الطفل قلت، قالت انه لين كبر حجمه والبطنه صغيره فاكيد راح يقلل حركه. فاليوم زادت يعني هم قلت اكثر حركه الطفل، فما اعرف هو بقى هاي اخر اسبوعين انه يعني حتى اخر اسبوعين اذا يعني شلون شو اقول لكم، اخر اسبوعين هم راح يفوتني عمليه، هم راح يفوتني عمليه يعني، هم راح يسوي لي طلق اصطناعي يعني، تخيل الوضعيه. فاني ما دا اتحمل هذا الشيء وكلش يعني، لا دا اقدر اوقف ولا دا اقدر امشي، يعني لازم امشي ساعتين واصعد درج واسوي تمارين ودا اسويهم بالقوه بحال حيل ينهد، بس الحدث كل شيء ماكو. طبعا تعرفون لان اول طفل لازم وحده تكمل كل شهرها ومو اي وحده. فش اقول لكم يعني عادي نتحمل ونصبر، اهم شيء جسمي ما يصير له شيء. كملت حبيبي؟ ننتظر حسين يكمل تبديل حتى نطلع. اليوم وين رايحين؟ اليوم وين رايحين؟ بالفيديو الجاي نقول لهم. يلا ماشي، نقول لكم بالفيديو الجاي وين رايحين وش راح نسوي وش نخطط. نخطط راح مثل ما قلت لكم هاي اخر اسبوعين الي، انه يعني اخر اسبوعين يخلص شهر التاسع كله. شوف الفيديو اللي راح يجي ان شاء الله اللي راح ينزل وبيه مفاجات هواي، يمكن هاي اخر فيديوهات بهذا البيت الله اعلم. زين هالفاني علي ايش تطلع منها ما ادري، ترى مو علي ايش وراح البس يلا ليرات. فيا اصدقاء الحلوين هسه راح ننهي الفيديو هذا وياكم، وانتظرونا فيديو جديد احلى من هذا الفيديو ان شاء الله. فيديو يوم ينزل بقناة مينا، فيديو يوم ينزل بقناتي، فيديو يوم بقناة مينا، فيديو يوم بقناتي. لايك لك لايك شير الله يزيد الخير. يلا عيني اي ما ابراهيم شرب تحياتنا له. يلا وصلنا لهذا الفيديو، شو نقول لكم هسه؟ باي 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 باي. شوفي شعري من زيت شلون يصير ما شاء الله، ما شاء الله ترى صدق من تحسن هواي. شلون لعب غير زيت وين شلون؟ هندي افرح مع الوالدة شاكولات تقول لك يا معود روح زين. هسه بدون تمشيط والله من النوم، هاي هو تسريحه من النوم يعني، بخيته بالليل قدامكم بس هاي ام زيت اقول لها الف رحمه على والد والديك على هذا الزيت الزين الاصلي. موجود راح يكتب لكم اياه بالتعليقات اسم البيج وراح يحطه بصندوق الوصف. هم ايه يقلدونه ايش قلت، بس هي عندها الاصلي من الشجره مال الهند الخلاط مال بغداد. يعني حتى من راح تفوتون على صفحتها راح تلكون راح تلكون 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 الهند تلكون كل الفيديوهات من الهند يروحون. ايه يلا
يلا يعني باي باي، في امان الله، وصلنا لفيديو وداعا.